بأولى مساحتنا الصباحية لليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم وخصوصا للشباب. كتير منا رشا قبل ما يبلشوا بالحياة العملية وخصوصا أثناء السنوات الجامعية يعني بيسعوا لحتى يكتسبوا الخبرة، وحتى الاختصاصيين بهذا المجال دائما بينصحوا قبل ما نتخرج يكون عندنا خبرات عملية. أكيد نرمين، لهيك صرنا نشوف كورسات كتير على السوشيال ميديا للتدريب وثقل المهارات. أكيد هذه القصة بتعطي بالإضافة للتحصيل العلمي بتعطي إنه يكون الواحد بمجاله كتير متقن هذا العمل، ولكن للأسف نحن مو دائما بيكون الشخص اللي عم بيعمل الكورس هو مؤهل انه يساوي. صحيح، ومو بس ايضا كورسات، يمكن في عالم التطوع او فترات تدريبيه او استاجات ممكن تصير بالشركات او باماكن العمل. كثير من هاي التفاصيل اليوم رح نحكيها، كيف ممكن نحن نحصل على خبره عمليه قبل ما نخلص سنوات الدراسه. هاي التفاصيل رح نعرفها من المدربه رزان مخلوف، وهي مدربه علاقات عامه. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم صرنا نشوفها كتير غير قبل، يعني صرنا نشوف اليوم أنه الطالب عم يعمل كورسات تدريب، زيادة خبرة، زيادة تقنية بمجال دراسته، ومثل ما قلنا أنه هي عم تعطي ثقل بخبرته. خلينا نحكي أكثر عن أهمية هاي الكورسات قبل التخرج. هلا بتيجي أهمية الكورسات من أهمية الخبرة بحد ذاتها. الخبرة شو هي؟ هي أنك تكون متقن للعمل اللي أنت عم تشتغله، متقن للشيء اللي أنت بدك أو يكون مجال عملك بالمستقبل. وهذا الشرط عم بيكون شرط أساسي لما عم ينطلب مجال توظيف، عم ينطلب مثلا ذو خبرة مدة 3 أو 5 سنوات بأي مجال. أغلب المجالات أغلب الشركات بيكون هذا هو أهم الشروط، هو شرط الخبرة. الخبرة كتير ضرورية، ممكن يكتسبها الإنسان أثناء الدراسة، ممكن يكتسبها بعد إنهاء الدراسة. الكورسات كتير مهمة، الكورسات كتير شيء ضروري ينعمل، ولكن بشرط تكون الكورسات ضمن نطاق العمل أو توجه الشخص نفسه، ما تكون كورسات متشعبة بأكثر من مجال. هون بيصير عندنا ضياع أكثر، ضياع كتير وتشتت، ممكن بلحظة يغير الشخص اتجاه الأساسي أو الهدف اللي هو حاطه بالنهاية. قد ايه مهم اليوم يكون المدرب يعني كاختصاص طبعاً، هو عنده سنوات خبرة في التدريب. طبعاً هو من أحد خطوات اكتساب الخبرة هو إنك تسأل الخبراء. الخبير هو الشخص الممارس لهذا العمل، المتقن لهذا العمل لمدة سنوات كبيرة. هيك بتشوفين أنت، عنا نحن في كثير أماكن عنا مستشارين، اسمهم مستشارين. هذول الأشخاص عندهم خبرة كبيرة، وهذول الخبراء اللي بنلجأ لهم لأثناء اكتساب خبرتنا هيكونوا أشخاص عندهم مؤمنين بالوفرة، طاقة الوفرة، بدرجة أنه ممكن يعطوك خبرتهم على بساط أحمدي. عرفتي شلون؟ لما نحكي عن موضوع الخبرة، في خبرة حياتية، خبرة مهنية، خبرة على صعيد كيف نحن نتعامل مع الأشخاص والمحيطين. نعم. خليني أسأل حضرتك اليوم، الشباب والصبايا إمتى لازم يبلشوا ينخرطوا بالمجتمع وبالحياة العملية ويحاولوا يكتسبوا هي أنواع الخبرة، وكيف ممكن تكون؟ يعني خلينا نعطي نصائح اليوم أو خطوات يبلشوا فيها لحتى يقدروا يكتسبوا هي الخبرة. الخبرات الحياتية الإنسان بيكتسبها من خلال مسيرته بالحياة، كل يوم بيتعلم شيء جديد، وكل يوم هذا بيتدون ضمن خبراته أو الشيء اللي ممكن يستخدمه بالأيام يكون هو خبير فيه أو بالأحرى متقن لهذا الشيء. ولكن الخبرة العملية، هون حديثنا كتير مهم عن الخبرة العملية. لما بيكون الخبرة العملية تكتسب أثناء الدراسة لازم يكون لها شروط. شروط أنها ما تأثر على الدراسة، ما تأثر على يعني دراستك أو تنخرط بالعمل. في عالم بتروح تكتسب خبرتها قبل ما تخلص دراستها. طبعا هو هذا الشيء نحن ما منشجعه، ولكن نحن مستحسن انه ياخذ الخبره بعد انهاء الدراسه، لان في كثير اشخاص بعد ما بيدخلوا العمل بينشدوا للعمل وبينسوا الدراسه، وهون بيتركوا الدراسه. لهيك نحن دائما هون صار في امثله بهي القصه. تماما بننصحهم انه انهي دراستك، خلص دراستك، بعدين انتقل للحياه العمليه. انت ما بتحسي كمدربه انه اليوم الحياه او الخبره العمليه احسن من الشيء الدراسي والشيء الورقي؟ يعني دائما نحن وقت بنكون بسوق العمل او نحن بجو العمل عم ناخذ خبره يمكن اكثر من الكتب ومن الكتابه. يعني
طب هل هي ضرورية أكيد، ولكن بتحسي أنه وقت أنت بتمارسي هذا العمل يعني بتكوني على أرض الواقع عم تاخذي الخبرة يعني هيك القلب بتفوت فورا. عم تحكي عن الخوض بنطاق العمل والخضوع لضغط العمل، المرونة، التعود على طبيعة العمل. هذا شيء كثير مهم وكثير ضروري، ولكن بالنهايه السلاح الاساسي هو طبعا الدراسة. الشهاده هي السلاح يعني الذي لا يعلى عليه. قد ما كان الانسان خبير ممكن يعني نوع من انواع الدراسه او اتجاه معين درسه بحياته، فكره من خلال الدراسه تنقذه بموقف كثير كبير. عرفتي شلون؟ لذلك نحن العمل او الدراسه الاكاديميه جدا ضروريه لحتى نبني عليها خبرتنا، مو ما فينا نتخطاها، ولكن نبني عليها ونكون عندنا تصور مسبق لشو الشيء ممكن يصير معنا خلال حياتنا العمليه والشغل اللي نحن بنشتغله. كثير صبايا وشباب اليوم خلصوا من جامعاتهم وتخرجوا، بدهم يروحوا يقدموا على فرصه عمل، واكيد مطلوب يكون السي في، بيكون السي في عندهم فاضي يعني لسه ما قدروا. يعني نحن بنعرف في صعوبه اليوم انه اي جهه توظف شخص ما انه عنده هاي الخبرات. شو كيف اليوم شو ممكن يكتب بهذا السي في؟ كيف ممكن يعبي هذا السي في بطريقه فعاله؟ يعني مو اي كورسات مثل ما ذكرتي بالبدايه، مو اي كلام او مهارات هي تكون عامه. تماما. بالبدايه لما بده يروح على شركه ما عنده سي في، بده يكون يعرف هو وين رايح. في شركات او في مؤسسات بتاخذ الشخص بدون خبره لانه هي بتبني له خبرتها ضمن هاي الشركه، لذلك شيء طبيعي انه يكون مثلا خلص دراسته معه شهادات العلميه فقط، ما عنده كورسات تدريبيه خبره اكبر. الشركه تاخذ على عاتقها انها تدربه عندها، يعني يشتغل عندها بفتره معينه بمبلغ يعني مثلا راتب صغير، ولكن انت عم تكتسب مهاره، هاي المهاره هي خبرتك في حال انت ضليت بهي الشركة أو انتقلت على شركة ثانية. يمكن كمان بعالم التطوع إذا تماما أخذوا مهام معينة فيهم أخذوا شهادة خبرة مثلا، يعني هون نحن عم ننصح الشباب يمكن يعطوا خدماتهم بشكل مجاني ليقدروا يحصلوا على هاي الخبرة. تماما. هل تكون هاي برأيك حاليا هاي الخطوة فعالة كمان؟ طبعا طبعا، العمل التطوعي كثير مهم، يعني العمل التطوعي كثير بيثقل شخصية الإنسان، بيمرنه على العمل ضمن فريق، يعني التعامل ضمن فريق بيعطيه مهارات تواصل، قوة بمهارة التواصل مع الآخرين، هذا الشيء كثير بيخدمه بحياته العملية. لذلك العمل التطوعي ما هو هذا العمل اللي، ولكن أنا هون في خط أحمر تحت كلمة العمل التطوعي، لما يكون العمل التطوعي هادف وبيخدم الشيء اللي أنا بدرسه، تمام؟ هذا كثير مهم، ولكن ما اوقع تحت استغلال اصحاب العمل هذا التطوعي، ما يكون العمل مجهد ياخذ وقتي كله ياثر على نمط حياتي دراستي كذا، هي القصص بده يكون منتبه للشخص لما بده يفوت على العمل التطوعي، فوت على عمل تطوعي بيخدم دراستك، بيخدم مجال عملك او هدفك بالنهايه انت لوين بدك توصل شو بدك تشتغل. طيب اذا هيك حبينا نعطي امثله عن الاعمال التطوعيه اللي ممكن تثقل الخبره والتدريب، شو ممكن؟ بشكل عام يعني الفكرة؟ هلا في مثلا بدراسة الإعلام في عندنا شيء قسم تصوير، تمام؟ بالأعمال التطوعية بالجمعيات وبالمؤسسات اللي فيها أقسام تطوعية، فأكيد في فريق إعلامي بده مثلا مصورين، صحيح. ممكن هو يتدرب على أسلوب التصوير من خلال العمل المتطوع بهي المؤسسة أو هي الجمعية. هي أحد الأمثلة. حتى النشاطات على السوشيال ميديا كمان بدها إعلاميين، ممكن يتطوع هو بخلال استلام صفحات السوشيال ميديا لمثل هيك جمعيات خيرية ممكن تكون، تنموية ممكن تكون، ويشتغل فيها ويكتسب خبرته بهذا المجال. لذلك الأمر ينطبق على أغلب الاختصاصات. في دورات معينة هي ما تخصصية بمجال عملنا، ولكن هي الكورسات إذا انعطت من أشخاص يعني أصحاب خبرة أكيد بتفيدنا. خلينا نعطي أمثلة عن هي الكورسات اللي بتساعد ببناء الشخصية، وحضرتك أنت مثلا بتنصحي مثلا طلاب الاقتصاد أنتوا لازم يكون عندكم هي المهارة، أو ولنفرض مثلا طلاب إدارة الأعمال والطب إلى آخره، أو ممكن تكون هي المهارات مشتركة بين كل يعني أي شاب أو صبية بده يفوت على مجال العمل لازم يكون عنده هاي المهارات. خلينا نعطي أمثلة. أكيد في عنا دورات مهارات التواصل الفعال. مهارات التواصل كتير شيء مهم، دورة كتير مهمة. كل شخص بأي مجال من مجالاته لازم يكون متقن لهذا الفن، فن التواصل.
بيساعد. هي على شو بتركز هاي الدورة؟ بتركز على اسلوب التعامل مع الاخرين، المرونه، بتثقل شخصيه الشخص كشخص مرن، ابتعاد عن الاوساط السلبيه، التركيز على الاهداف، التركيز على الاهداف. عندك ما كورسات تطوير الذات، تطوير الذات اللي بتعطيه دائما دفع للانسان ليطور نفسه بمجاله بشكل اكبر، بتعطيه بتوصله بالنهايه لفكره الابتكار، انك انت تبتكر لسه افكار جديده بمجال اللي انت عم تشتغله وما تكتفي بالشيء اللي تحرضه ليطلع افكار خارج الصندوق مثل الانسان. هي بالنهايه ثقافه، يعني نحن دائما بحاجه للتدريب، حتى اثناء العمل نحن بحاجه لخبرات جديده ولتدريب جديد. كل شيء له ايجابيات حيكون في سلبيات، واليوم كرمال ما نوقع بموضوع السلبيات خلال فترة التدريب، شو انهم اكثر شيء ممكن مفروض نحن اليوم نبعد عنهم؟ حكينا وخاصة وقت بيكون العمل ضمن مجموعة بيكون كثير في، يعني انه غير انت مانك لحالك اليوم، انت في حدا عم يشتغل معك، مفروض يكون في الاراء مشتركة، احترام بين الاشخاص، فخلينا هيك نحكي اكثر. اكيد اكيد، اثناء انت اكتسابك للخبرة بهذا بهي الفترة المعينة لازم في كثير قصص سلبية ممكن تأثر عليه، مثل مثلا الضغط العالي، الضغط العالي بالعمل، يعني ممكن ينطلب منك شيء اكبر من طاقتك، انت ممكن خجلا، ممكن او بالاحرى نوع من التحدي بينك وبين نفسك اني انا بدي اشتغله، هذا الشيء سلبي ولا ما له شيء ايجابي. ليش ما يكون اليوم تحدي ايجابي؟ يعني بوقت معين ممكن يكون سلبي، لما بيكون هو بياثر على دراستي، لما بياثر على حياتي الشخصيه وحياتي العمليه، اني اتوجه او انضغط بمجال معين وانسى باقي المجالات، هذا الشيء التحدي راح يكون سلبي ما راح يكون ايجابي، هي من احد السلبيات. ممكن يهمل الشخص صحته، راحته، الراحه كثير مهمه في صحيح. اي مجال، مجالات الراحه كثير ضروريه، كثير مهمه، لذلك نحن ما فينا ما ممكن نهمل مساحه الجسد او راحه الجسد، لانه انت اذا ما اهتميت بجسدك انت ما راح تبدع بعدين بعملها، فهذا اثنين مترابطين مع بعض. طيب هذا هو بالتعامل مع المجموعه، يعني التعامل مع المجموعه هو ممكن الاشياء السلبيه بيكون في هيمنه او سيطره من احد الاعضاء، مثلا اعضاء الفريق بياثر سلبيا على شخص معين، ممكن يترك مجال العمل بشكل كامل او ممكن يترك الفريق كله ويقع بدوام الضياع، انا بدي ادور بقى على اسلوب ثاني او شغل ثاني لحتى اقدر انا اكون حالي وابدا من الصفر. هي احد المشاكل، احد السلبيات اللي بيواجهوها ضمن فرق العمل الكامله تماما. وكمان ساعات العمل الطويله يلي الصبر. طبعا الصبر والمرونه، المرونه شيء كثير كثير ضروري، تحمل المسؤوليه، ممكن لازم الانسان يكون عنده هذا الشعور، شعور المسؤوليه تجاه اي عمل بيعمله، ما يتنصل منه او يرمي هالمسؤوليه على شخص ثاني، وممكن هون السلبيه بهذا الشيء انه الشخص الثاني هو راح يتحمل المسؤوليه، هروب من المسؤوليه. صدقنا المفروض اليوم يكون عنده هذا الشخص ثقه بنفسه، كونه نحن اليوم عم نشتغل ضمن مجموعه، فنحن اليوم معرضين لاي ضغط، لاي موقف سلبي من احد الزملاء، فانت ذكرتي حضرتك انه ممكن بلحظه يترك ويمشي، فاذا رجعنا هون لموضوع الثقه بالشخصيه، فنحن باي مجال رح نتركه ونمشي؟ اليوم نحن كثير مفروض نلعب على موضوع الشخصيه، نعم، ونقدر انه نحن نتجاوز هدول العقبات من دون ما نهرب اليوم. تماما، هلا اكيد ما حدا رح يهرب من اول موقف، في ناس بتهرب بتقول لك انا ماني، انا وين فايت هالفوت، هيك بالعاميه بيقول لك اياها، انا تمام. ماني قد هالقصه كلها، يعني تمام. هون قله الثقه بالنفس هي عامل بيئي، يعني هو ما له بلاحظته تولد عنده، هو تولد عنده من زمان، فهذا الشيء يفتقد للشيء الايجابي، للدفع الايجابي من المحيط. وكم شخص عفوا يعني قدر انه او خسر فرصه اليوم بتخليه عن مهامه، او لما شاف مثلا في عثره بمكان معين، قديش خسر ممكن تكون فرصه يعني مهمه للمستقبل، او ممكن يقدر يطور حاله بهذا المكان؟ هلا هي تعتبر خساره، ولكن ما لازم بقى نوقف بقى عندها، طالما نحن اخذنا القرار وتركنا بدنا نبلش بقى الخطوه القادمه، ما نحط ما نضل نفكر فيها، طالما ضلينا نفكر فيها فهي اكيد رح تاثر علينا حتى بعملنا الجديد، حتى لو اشتغلنا او ممكن نترك او اشتغلنا بالعمل اللي بعده كمان نضل نفكر فيها حتاثر، لذلك نحن خلص اي خطوه نتخطاها لازم ما نندم عليها شو ما كانت هي الخطوه، ولازم نقوي شخصيتنا وحالنا ونضل كيف
هذا الشخص اللي عنده عدم ثقة بالنفس أو في عنده هزة بموضوع من الطفولة. اليوم نحن مثل ما قلنا ما أنا وليدة هي تراكمات يعني. هذا الشخص كرمال يفوت سوق العمل بده يكون هو مهيأ نفسيا وعقليا لحتى يقدر يوقف ويتحدى. اليوم في مجموعة تحديات كثير كبيرة. تماما. هلأ أول نصيحة أنا دائما بنصحها لكل شخص بيسألني مثل هذا السؤال، أنه أنت منك بحاجة حدا انه يعزز لك ثقتك بنفسك، انت بتعزز ثقتك بنفسك. برمج عقلك الباطني على انك انت قادر انه تعمل، انت ما في شيء بيوقف بطريقك، انت اي خطوه رح تخطيها رح تنجح فيها، حط هذا الهدف قدامك كل يوم، ذكر حالك فيه لحتى توصل لمرحله انت لما بتوصل لنقطه معينه انه انا ما عاد فيني، عقلك الباطن بيقول لك لا انت قادر وبيخليك تتخطى. تطوير الذات والثقة بالنفس، تعزيز الثقة بالنفس بتبلش من الشخص نفسه، والمحيط لما بيشوفك انت بهي النفسية رح يكون معك ما حيكون ضدك. عرفتي شلون؟ دائما في محيطين. هلا اكيد في محيط سلبي وهذا الشيء نحن كثير بننصح به انك تبعد عنه. المحيط السلبي قد ما كان انت مضطر تكون موجود بضمن هذا المحيط السلبي، اسمع لكن لا تقتنع. اسمع يعني فوت من هون بالعامية يطلع من هون، ما تتأثر. انت بتعرف حالك، ما في شخص بيعرفك قد ما بتعرف انت حالك وبتعرف قدراتك وبتعرف امكانياتك. طيب رزان، خلينا ننتقل لموضوع ثاني هو مجال تخصصك بالعلاقات العامه، هو ايضا بيصب بالحصول على فرصه عمل. دائما لما نشوف حدا حصل على فرصه حلوه او شغل حلو بنقول له انه عنده علاقات حلوه او عنده يعني معارف، وقديش اليوم مهم هذا الطالب او الشاب والصبي يكون عنده هي شبكه العلاقات العامه. كيف ممكن يحصل عليها يعني؟ كيف لازم كيف بيقدر يبني هي شبكة العلاقات؟ هلا في وجهة نظر مغلوطة عن موضوع العلاقات العامة، ياخذوا بطريقة سلبية. لا 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 ابدا. دائما انطباع عن العلاقات العامة هو العلاقات الشخصية اللي انت هلا سألتيني هذا السؤال. العلاقات الشخصية هي جزء صغير من العلاقات العامة. العلاقات العامة مفهوم كتير كبير وكتير واسع، مفهوم إداري، هو إذا أجينا بالتراتبية الوظيفية هو تاني إدارة تحت الإدارة العامة، وهي إدارة العلاقات العامة هي المسؤولة عن نظرة السوق الخارجي أو الجمهور الخارجي للمؤسسة، نفس الوقت علاقة الجمهور الداخلي اللي هو بيشتغل المؤسسة مع المؤسسة مع إدارة المؤسسة. فإذا هي صلة الوصل بين الجمهور الخارجي مع المؤسسة والجمهور الداخلي مع المؤسسة. العلاقات العامة شيء كتير مهم كتير ضروري، بيبلش فيها الإنسان من حياته العادية من ضمن أسرته. في كتير ناس أنت بتشوفيهم ضمن أسرته الناس محبوبين كتير، يعني أكيد ما حدا اجتماعيين متحدثين تماما، يعني إذا طلع برا البيت ساعة ساعتين بتحسي البيت فاضي. أيوة تماما. هي أولى درجات العلاقات الصحيحة اللي بينيها الإنسان مع المجتمع، تنمى هاي القصص تتنمى من خلال الحياة الدراسية ومن ثم الجامعة ومن ثم الحياة الاجتماعية العامة. يعني نجاح العلاقات العامة المؤسساتية بناء على هاي الشخصية بتكون ضمن نطاق عمله، يعني الشيء اللي بيخدم عمله. لما تكون علاقاتك العامة مع الأشخاص اللي من ضمن فئة عملك أنت أو الشيء اللي بيخدم مؤسستك اللي أنت بتشتغل فيها، هذا الشيء بيؤدي لنجاح المؤسسة ونجاح قسم العلاقات العامة تحديدا بهي المؤسسة. إذا بنحكي على الفرد لا احنا ما بنسميه علاقات عامة، بنسميه علاقات شخصية. نعم هي ضمن العلاقات تماما. هي اليوم هي العلاقات قلنا انه اخذنا مثال انه حدا ممكن يكون بمحيطنا ونفقد له، وهذا الشيء واقع يعني بنشوفه كثير، ولكن اليوم بمجال العمل هذا الشيء بيختلف. طبعاً. اليوم حتى تصيري بقسم العلاقات العامه بالاضافه لوجودك الاجتماعي المحبب للناس، انت اليوم بحاجه لمهارات. نعم. بمجال عملك نحكي عن المهارات اللي المفروض انت اليوم انه تكون من صفاتك او من خبرتك. نعم. اول صفه هي لازم يكون الشخص عنده كاريزما محبوبه، مثل ما حكيتي شخص محبوب عنده قبول. يعني مجرد مثلا انا اذا بشتغل انا مدير علاقات عامه بمؤسسه معينه، فايت عم مثل مؤسستي بمكان معين، اني القى القبول من اول 3 ثواني انا بفوت فيهم كمان. صار يمكن نشوفها نحن اول شرط
ذات مظهر لائق. المظهر اللائق جدا، الكاريزما كثير بتاثر على كبدايه العمل، هي اول خطوه. المفروض يكون عنده مهارات بفن التواصل اللي حكينا عنه قبل شوي، يكون عنده التواصل جدا فعال. لما بيطلق الكلمة أو الرسالة المستهدف فيها الشخص قدامه، لازم يكون عنده المهارة المطلوبة ليلقط الرد الفعل قبل ما يحكي الشخص اللي قدامه. هي كمان مهارة كتير صعب إنه أشخاص كتار يكونوا يمتلكوها، ولكن مع التمرين ما في شيء صعب أكيد. لازم يكون عنده مهارات إدارية، أسلوب التعامل والمراسلات لازم يكون كتير شخص ماهر بأسلوب النشاط والمراسلة مع الشركات ومع الجمهور ومع الجمهور الداخلي مثل ما حكينا اللي هن الموظفين. تاني كمان صفة تانية اللغة، قديه مهمة كمان الثقافة العامة. طبعا الثقافة شيء كتير ضروري بأي مجال من مجالات، الثقافة كتير ضروري فيما بالك في مجال العلاقات العامة. بالإضافة للمرونة بالتعامل، يكون عنده شخصية مرنة قادر يتقبل النقد بشكل كتير بسيط، وقادر إنه يحسن ما عندنا ملاحظات صغيرة تماماً يعني. والإنسان الماهر يعني رجل العلاقات العامة الماهر بمجال عمله هذا ممكن يأخذ هاي الانتقادات بعين الاعتبار أكيد، ممكن يشتغل عليها لحتى يتفاداها بالمرات اللي بعدها. طبعاً في كتير صفات يعني أنا ما فيني أجز لك إياها، هذا صح يعني. إحنا دائماً موضوع الانتقادات بنروح للنزعة الهجومية، يمكن تكون قصة بصالحنا يعني إنه نشتغل عليها للتحسين للتطوير. نعم. يعني نعم. بالوقت المتبقي رضان، خلينا نقدم نصائح تفصيلية عملية اليوم لكل شاب وصبية عم يسمعنا وضايع ما نعرفان يمسك الطريق، كيف هو بده يفوت بالحياة العملية؟ أول نصيحة أنا بنصحها وبشكل دائم إنه خطط بشكل صح، خطط للشيء اللي أنت بدك تعمله بشكل صح. شوف حالك أنت وين، وشو الشيء اللي بدك تشوفه بدك تكونه بعد لنفرض 5 سنوات أو 10 سنوات من الآن. خلي شوف حالك بهذا المكان بعد 10 سنوات، واتجه باتجاهه بطريق صحيح عن طريق التخطيط المضبوط، عن طريق وضع أهداف مضبوطة. الأهداف كمان كتير كتير موضوع مهم. في عنا شيء اسمه الأهداف الذكية Smart Goals، كتير ضروري إنك لما تعرف تحط هاي الهدف الخاضع لهي الشروط اللي هي Smart Goals رح توصل لهدفك أكيد بشكل صحيح. السمارت جولز يعني أهداف، أول شيء يكون هدف محدد، يعني تعرف أنت الهدف اللي بدك توصل له، ثاني شيء يكون قابل للتحقيق، يعني ما يكون هدف خيالي أو عبارة عن حلم ممكن بتشوف حالك ممكن بعد 100 سنة مو بعد 5 سنين، هذا ما عنده هو قابل للتحقيق بشكل سهل، ممكن يكون قابل للتحقيق ولكن بده فترة كتير بعيدة. أنت حط أهدافك بشكل أنك قدران تحققها عن طريق دراستك، عن طريق عملك، الشيء اللي أنت عم تشتغل فيه يعني. شو دائما لازم يضل الحلم بقية بحياتنا يعني. تماما، لازم يكون محدد خطط بديلة يمكن كمان بلان بي وسي ودي دائما، خصوصا بالظروف يلي هي احنا عايشينها. التخطيط اكيد هي بمرحلة التخطيط، مرحلة الاهداف في عنا كمان لازم يكون الهدف نعم. محدد بتوقيت، هذا كمان شيء كثير كثير الناس بتغفله. انا بدي احقق الهدف كذا، يعني خلال سنة، اليوم تاريخ كذا، بعد سنة كذا، بيكون انا محقق هذا الهدف لما انا بشرطه بقرنه بوقت زمني فأنا أكيد راح أكون قادر حققه. طالما إذا تركنا النهاية مفتوحة فأكيد ما رح نحققه لهذا الهدف. يعني بالختام بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا، وأكيد ما في الفرصة الذهبية ما بتجي ونحن قاعدين بدها شغل كتير. بدنا نشكرك كتير مدربة رزان مخلوف، مدربة بالعلاقات العامة. أهلا وسهلا، شكرا لوجودك وصباحك حلو على طول. يسعد صباحك.